ما إن بقيت من الهوان على الذرى ملقا ثلاثا في ربان ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن أعوادي لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رض من بعد رشق النبل رض جيادي ما حد تلوع في الخلايق مثل لوعي أنا الشهيد اللي ذبح بصدري رضيعي كل ما جذب والنجر بخدي دموعي يكسر الخاطر يجذب الونة خفية ما أنا اللي ما حد في الخلايق مثلي انصاب كم طفل شفته معفرين فوق التراب وتفطر قلبي وراسي من الهضم شاب ذبحة رجالي في طفوف الغاضرية أنا الشهيد بكربلاء المذبوح عطشان أنا اللي صارت جثتي للخيل من رضى وعظامي وعلقا وراسي على سنان وبنارهم حرقا وخيام الهاشمية ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. نعتقد كمسلمين بأن الله حكيم. وما معنى الحكمة أولا؟ الحكمة لها عدة تعريفات كلها تصب في معنى واحد، الحكمة وضع الشيء في موضعه. صحيح. الحكيم هو المنزه عن فعل ما لا ينبغي، الحكيم هو الذي لا يفعل القبيح. كلها تصب في معنى واحد، أن الحكيم لا يفعل شيئا عبثيا أبدا. والله عز وجل حكيم. إذا جئنا إلى مسألة الابتلاءات، خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني لابد أن يمر الإنسان ببلاء ابتلاء، الله عز وجل يريد ذلك. هذا الابتلاء الذي يرميه على الإنسان ماذا؟ فعل من أفعال الله عز وجل.
الصفات ذاتية وفعلية إلى الله. الذاتية معلومة، حياة، العلم. أما هذه الصفات الفعلية يعني المنتزعة من فعل الله، الرازقية لأن الله رزق، وهكذا فعل الله عز وجل إذا ابتلى هي صفة فعل. زين، هذا الابتلاء، هذا الفعل لا بد أن يكون فعلا حكيما، لأن الله حكيم ولا يخرج من الحكيم إلا الحكمة. يعني هذه الابتلاءات لا بد من ورائها من غرض مفيد نافع للإنسان على مختلفها. بلاءات يعني شنو بلاء؟ كل شيء في هذه الدنيا ينافي الإنسان، مرض، هم، غم، فقد عزة، وبعد فقر، ضيق، شدة، تسلط من قبل من لا يرحم، وهكذا كلها هذه ابتلاءات لا بد وأنها من ورائها الحكمة. الله حكيم. زين، هني البعض قد ينصرف ذهنه إلى أن الغرض الإلهي من وراء الابتلاء ما هو؟ العقوبة. الله يبلي بالمرض يقول لنا عقاب إليه. لا، العقوبة غرض من أغراض الابتلاء، غرض رقم واحد، وهل الابتلاء إلى أغراض عديدة. خلينا نشوف الغرض من الأغراض الإلهية للابتلاء. الاختبار، اختبار. الله يبتلي الإنسان ببلاء، بامتحان، عفوا ببلاء، حتى يمتحنه، حتى يختبره، وهذا الصريح موجود في القرآن. فلما فصل طالوت بالجنود، راحين يقاتلون طاغية جالوت وجماعة قليلة، وهذا عنده جيش مسلح وساير مسافة في الصحراء وعطش. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، جاينكم بلاء، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يشرب فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. يقول لهم هذا بلاء، اختبار، عطشان في الصحراء ما أشرب، ورايح أنا أقاتل ما أشرب، هذا ابتلاء. تروح للحرب بالعطش، وبالفعل اللي نجحوا في الابتلاء القلة ماذا حصلوا في النهاية؟ حصلوا على إحدى الحسنين وهي النصر الإلهي، وقتل داود جالوت وآتاه الله الحكمة. فإذا الغرض الأول الاختبار. زين، طبعا هذا الاختبار وراه أمور متعددة. زين، الغرض اللي مثلا في أذهاننا العقوبة. الله يبتلي إنسان بمرض مثلا، يبتلي بهم، بغم، بكل هذه البلاءات بغرض العقوبة. مو أقول عقوبة يعني الله عز وجل لا يريد العبد، بل هي حتى في صالح العبد. ليش؟ ليش في صالح العبد؟ لأن لو ترك الإنسان بلا عقوبة في الدنيا، العقوبة راح تتأجل إلى وين؟ إلى الآخرة. خلص صيدنا عقوبة الدنيا ولا عقوبة الآخرة. إمامنا الصادق سلام الله عليه ماذا يقول؟ قال إذا أراد الله بعبد سوءا حبس عليه ذنوبه، ما عاقبه حتى يوافي بها، متى؟ يوم القيامة. خلي يجي يوم القيامة يتحاسب عليه. وإذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا، وكل لصالح هذا الإنسان. الإمام أيضا الصادق يقول من كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفرها به، لا عند حسنات، لا عند استغفار، لا عند سوية الله عقيدته صحيحة، شو يسوي الله وياه؟ طلع من الدنيا هكذا يجي يوم القيامة بذنوب؟ لا، قال ولم يجد ما يكفرها به رماه الله بالحزن ليكفرها. يصيد شيء في هذه الدنيا، يعيش في هالدنيا متمرمر من حالة إلى حالة، من مصيبة إلى مصيبة، حتى يجي يوم القيامة طاهر نظيف. ايش قد راح يعيش الانسان؟ البلاءات كم يمر بها الانسان؟ بلاء يصيده في يوم، بلاء يمر عليه ايام، بلاء سنه، بلاء سنوات. خل البلاء يوصل الى عمر كامل، من الولاد لما ينتهي من هذه الدنيا كله بلاء مصايب. لكن هذا اهون من البلاء الاخرى، ولان هذا منقطع، انت خلص الدنيا، خلص كل شيء، خلاص، والجزاء في الاخره. زين، هذا نوع، وقلنا في صالح العبد أيضا. لماذا؟ لأنه يطهر صفحة الإنسان،
يجي يوم القيامة يقول إمامنا الكاظم فيلقى الله عز وجل وليس عليه تبعه، ما عليه يوم القيامة يجي هذا المؤمن. الثالث من أجل التكامل. شلون يعني؟ هذا اللي يدخل وين؟ عند المعصوم. لأن لو كان غرض الله من العقوبة فقط التأديب، عفوا التطهير من الذنب والتأديب، عفوا الغرض من الابتلاء العقوبة والتأديب، كان هذا ما يصير في حق المعصوم. أن أقول المعصوم الله رماه بالابتلاء حتى يطهره، شلون؟ وما يذنب أولا، ما عنده ذنب المعصوم حتى الله أقول يرمي بلاء حتى يطهر. شايفين المعصوم يمرض، ها؟ يعتدى عليه، يحس بالجوع بالفقر، بيبي، هذا كله يمر بالمعصوم. لكن ليس لأن الله عز وجل يطهره، بل ماذا؟ للتكامل. لأن عندنا علاقة موجودة. عن إمامنا الصادق قال إن في كتاب علي بن أبي طالب أن أكثر الناس بلاء النبيون ثم الوصيون ثم الأمثل فالأمثل. وإن المؤمن يبتلى على قدر أعماله الحسنة، فمن صح دينه وحسن عمله كثر بلاؤه. بلائك أزيد، ليش؟ لأن الله يحبه. ليش؟ لأن هذا البلاء حتى تكامل، حتى ماذا؟ حتى أيضا إذا ما كان إليه نصيب في هذه الدنيا يحصله في الآخرة، ترى تعويض. ولا الله ما له حاجة فيه، ما تحصل، ما يصيده شيء. وعندنا رواية عن إمامنا الصادق يقول دعي النبي إلى طعام، عزم واحد، دخل النبي إلى بيت هذا الرجل ويا جماعته، فرأى دجاجة على حائط واقفة فباضت، فسقطت البيضة على وتد، يعني شيء طالع من الجدار، وقف فثبتت عليه، ما طاحت على الأرض ولم تنكسر. تام بيضة لو تطيحها بهالمستوى تنكسر، يقول طاحت ما انكسرت. فتعجب النبي، فالتفت إلى النبي فقال أعجبت يا رسول الله من ذلك؟ إني اعلم يا رسول الله أني لم أرزق قط، ما صادني ولا بلاء ولا مصيبة ولا نكبة ولا جرح ولا 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 صادني شيء. فقام النبي صلى الله عليه وآله ولم يأكل من طعامه، ثم قال لا خير في عبد لم يرزق قط، لا حاجة لله عفوا في عبد لم يرزق قط. لا أظن أن العافية في هذه الدنيا والإنسان يعيش معافى ما عنده شيء، هذا الله يحبك، لا، مو هذا المعنى. المعنى المؤمن يشوفه كله بلاء، وإحنا ما نحس ببعض البلاءات ما نحس بها. زين، وقلت لك المصادق عديدة. زين، لذلك يشوف المعصوم يعطيه الله البلاء تكاملا. شوف أكثر شيء قال النبيون ثم الوصيون بعدين جون الأمثل فالأمثل. بعد ليش المعصوم يصيد البلاء؟ قال لأنه يكون قدوة أيضا، تأسي، لأن كل الفضائل بلغ فيها المعصوم الدرجة الكبرى. أحد يسبق النبي في الصلاة بعده؟ هذه فضيلة. في كل الأعمال ما نقدر، حتى في الابتلاءات ما نقدر نسبقهم. لذلك إذا كان هذا البلاء الله أعطاه المعصوم حتى إحنا نقتدي، لأنه بيكون عنده أعظم بلاء. ولا هذا مثلا المريض لما يصيد المرض ويتقاسي ويتألم، مشوف إذا تصور بلاء النبي أيوب المرض وعرف شلون، مش صاد النبي أيوب من مرض يتسلى. شو أنت صاحب مصيبة وصاحب عزاء، بما تتسلى؟ شوف ما عندي كلمة أنا غير هذه، إيش قال بن فايز؟ إذا ابتليت بمعضلة وشقيت جيبك اذكر حبيب المصطفى وانسى، إذا ذكرت مصيبته الله يثيبك. ليش؟ لأن مصيبة الحسين عظيمة وما صارت على أحد، والجرح يسكنه الذي هو آلم، كل المصايب هونتها. إذا فاقد ولد صغير
روح شوف الحسين فقد ولدا على يده، على ايد الحسين ذبحه. اذا فاقد ولد شباب عندك شباب رايح، تعال الى ابو علي وقف على شباب وقال وا على الدنيا، على الدنيا العفا بعدك يا ولد. اذا انت تشكو من الغربه ماكو غريب مثل ابو علي. كل المصايب اذا وحيد هم تعال الى الحسين وحيد، والا واحد عشيره كلها بليله العاشر وياه، وبيوم العاشر صباح العاشر كلهم وياه واقفين، ما يجي ظهر العاشر واذا به ينادي احبائي لو غير الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا نداء آخر. ماذا يقول؟ يناديهم أخي عباس ولدي علي حبيبي حبيب، فلا يجد جوابا، يصفق كفا على كف وينادي بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطاف حيرانا دار كاس الموت بيهم واختلت ذيك الخيام، راح لأكبر راح جاسم راح شيال دار كاس الموت بيهم واختلت ذيك الخيام، راح لأكبر راح جاسم راح شيال. طفي الخيمة يا زينب نور لعيون انطفى. ليش يا زينب؟ ما تسمعيني أنادي وعلى الدنيا العفا. على من صرخ الصرخ الحسين؟ على شباب، قال وا على الدنيا العفا. وبعد قال شيلي الخيمة يا زينب غاب من عندنا القمر، ما تسمعيني يا زينب الظهر مني انكسر. كاسر خاطركم ابو علي وحيد، تسمع ايش صار على الحسين؟ اسالكم اذا انت انكسر قلبك على الحسين شلون حال زينب وهي تسمع الحسين ينادي، تسمع اخوها يدخل تشوفه يدخل خيمه ويطلع منها ويدخل الخيمه الثانيه ينادي، تقل ما لك معين والله ما لك معين، قومك على الغبرة مطاعين. أبو علي الناس تفقد واحد اثنين وفقد الثلاثة يعمي العين، والأربعة تعجل إلى البين. أبو علي وانت فقدت يا حسين 70 وأعظم مصيبة مصيبة حسين على حسين وحزني، واللي صفق بإيده وقام يتخطى المذابح ومن المصيبة نوب يقوم نوب يطيح، ومن وصل مصرع ابو الفضل خرفوقه يصيح، سيف حرب يقوم وتخير للحصان اللي على الشاطئ
بلا راس وبلا جفوف بعت السهم مني يا ابو فاضل بلطفو والله كسر ظهري وشيبني هالوقوف خليتني حاير يا اخويا بين عدوى. اكو جواب من ابو فاضل ما جاوبه؟ ايش سوى الحسين؟ وصفق بيده وقامه ويلي وقام عنا وقام يصفق بالايادي وصل شبيه المصطفى وقف يناد اقعد يا المدلل وقدم لي شيبت راسي قوم يا شمعة الشبة يا غصن قلبي ما وصل سنك العشرين بيني وبينك يا المدلل الفرق البين وبعدك على الدنيا العفا يا قرة العين حيف عمرك من قصف من غير ميحة ويلي المساعد الله بقيت وحدي بغير ساعة سبعين ما ظلي من السبعين قيت أنا ما بين مختال نجاح ما بينهم كالطير مكسور الجناح آه نذر علي إن عادوا وإن رجعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية.